تفقد وزير المياه توفيق الشرجبي موقع مشروع خزان المياه التجمعي المنطقة الأولى بمنطقة البرزخ بمديرية خور مكثر بالعاصمة عدن، والبالغ كلفته 2,749,000 يورو، وبتمويل من البنك الألماني للتنمية ومملكة هولندا. كما اطلع الوزير خلال زيارته إلى موقع البرزخ على سير العمل في مختبر فحص المياه التابع لمؤسسة المياه وآلية الفحوصات المتبعة الخاصة بمعامل المياه، وتعرف على منسوب المياه في الخزانات الممونة لمديرية صيرة والمعلى والتواهي وخور مكسر.